لقراءة هذا البيان وهذه التصريحات من الأمم المتحدة ومن أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، انضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك ياسر، يبدو من اللغة المستخدمة من قبل المتحدث باسم الأمين العام بأن الأمم المتحدة منزعجة لقيام إسرائيل بهذه الاقتحامات لقوات يونيفيل والاحتماء بها واتخاذها دروعا بشرية. إلى أي درجة هذا الأمر فعلا مقلق، وماذا قالت الأمم المتحدة والأمين العام في هذا الخصوص؟ خالص التحية لك ياسر وللسادة المشاهدين. بالفعل هناك انزعاج شديد من الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام أنطونيو غوتيريش، والذي عبر أكثر من مرة عن هذه الاستفزازات الإسرائيلية والتي لم تعد تستفز فقط الشرق الأوسط ولكنها تستفز كل دول العالم. عبر غوتيريش في يعني عن طريق المتحدث باسم الأمين العام دوغيريك بأنها تعتبر جريمة حرب التعدي على قوات حفظ السلام اليونيفيل. صرح أنطونيو غوتيريش ياسر لأكثر من مرة، ليس فقط في التصريحات الأخيرة ولكن أمام مجلس الأمن في جلسته الأخيرة وقبل الأخيرة، وكذلك في بيان عام، بأنه لابد من حفظ هذه القوات والتي لم تذهب لهذه المنطقة للتقاتل ولكنها ذهبت لحفظ السلام. هذا المعنى أيضا أكدت عليه كاميلا هاريس بأنها تشعر بخزي كبير من خلال يعني التعدي على هذه القوات، هذه القوات التي جاءت للعلم ياسر في العام 1978. هناك أيضا من المسؤولين في أيرلندا، حيث أن هناك المئات من الجنود لدولة أيرلندا، شعر المسؤولون أيضا بقلق شديد على قوات حفظ السلام اليونيفيل وعبروا على هذا الضيق من خلال كبار المسؤولين في أيرلندا. أيضا رئيسة الوزراء الإيطالية كذلك جورجيا ميلوني قد أكدت على أنها لا تقبل مثل هذه الاعتداءات، حيث أن إيطاليا أيضا تعتبر من الدول الهامة التي لها قوات كبيرة في هذه المنطقة من العالم. أيضا كانت هناك التصريحات التي جاءت من خلال كل الدول المشاركة أو الدول يعني المتواجدة في قاعة الاجتماعات الأخيرة في مجلس الأمن، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والذين دعوا بشكل صريح أن تتوقف إسرائيل، بما في ذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، أن تتوقف إسرائيل عن مثل هذه الأفعال، والتي جعلت أيضا بعثة الأمم المتحدة المتواجدة في جنوب لبنان أن تقدم تقريرا للأمين العام أنطونيو غوتيريش تتهم فيه القوات الإسرائيلية بأنها قامت بقصف المقرات الخاصة بها وقامت بقصف أبراج للمراقبة خاصة في منطقة الناقورة وبعض الأحياء والأماكن القريبة منها. كانت أيضا الأخبار تلو الأخرى ياسر التي يعني تودي بمقتل بعض من هؤلاء القوات، وآخرها القصف الذي كان منذ يومين أثر كثيرا على القرارات التي خرجت على لسان والبيانات التي خرجت من الأمين العام، والذي تحدث بشكل مباشر على أنه لابد من الكف من الجانب الإسرائيلي خاصة وأسماهم بالاسم، بأن على إسرائيل أن تتراجع عن مثل هذه الأفعال، وأن هناك انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وعلى إسرائيل والأطراف المتناحرة في هذه المنطقة أن تراعي القانون وتلتزم القانون الدولي والقانون الإنساني. من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لكل هذه الإيضاحات ياسر.